برافو عليك جدا. اكيد طبعا، انت استحملت وكملت من غير نوم، وفي نفس الوقت ما فتحتش بقك بحاجه عن شغلك معانا. بصراحه باشا انا في الاول كنت فاكره اختبار جديد من سعادتك، بس لما رحت الاسم لقيت الموضوع جد، ولولا اهل الحته كان زمانها كفاره فعلا. بس اقول لك على حاجه يا باشا، انا حاسس ان ربنا بعت لي فرصه قبل ما اشتغل معاك. ليه؟ يعني عشان يبقى شغلنا كده على نظافه، على ميه بيضه. انا هبطل حكايه الوصلات دي نهائي. بالعكس ده احسن كفر ليك. انا مش فاهم سعادتك، حضرتك عايزني اشتغل في الوصلات اللي هي شمال ومش قانوني واتحبست علشانها؟ طبعا انت كده في نظرهم راجل سوابق شغال شمال وما عندكش مبدا، وممكن تعمل اي حاجه غلط عشان خاطر الفلوس. انما لو تبت بطلت موضوع الوصلات ده، هيبقى فيها حاجة غريبة كده إنك توبت وتقبل تبيع بلدك. أنت عارف أنا لو نام سعادتك كنت فكرت زي حضرتك. هتنام وترتاح بس لغاية بكرة. بكرة؟ طيارتك بكرة الظهر. أقوم كده؟ أنا كنت فاكر يعني إن لسه قدامي وقت شوية. عمر، لو مش عايز تسافر مفيش مشكلة. ايه، هنأجل السفرية؟ لا، هنلغي. هنلغي؟ طب وسالم والشبكة اللي هناك؟ ولو ليهم عملاء هنا زي ما حضرتك قلت لي، مين اللي هيكشف كل دول؟ انت. ما نلغي ايه سعادتك؟ ده كان آخر اختبار ليك يا عمر. لو كنت ترددت كنت هلغي فعلا. وتعب الشهور اللي فاتت حضرتك